جلستين تشريعيات وجلسة رقابية، لكن وبكل أسف صار لنا شهرين ونص وإحنا على هالموال، وكل التشريعات على عيني وراسي، بس كمان في مطالب وفي أمور لابد من بحثها مع الحكومة. ما بعرف أنا شو اللي قاعد يصير. كل أسبوع جلستين تشريعات جلسة رقابية انتهى. بس إحنا سمعنا منك أول يوم. دكتور سمعنا منك أول جلسة للمجلس كانت رقابية بس. لا. تفضل. تفضل. نأكد على حكي. أنا بدي أخاطب الحكومة من خلال الرئاسة الجديدة. أنا بس بدي أسأل سؤال. أنتوا شو بدكم من المواطن؟ سؤال. شو بدكم من المواطن؟ كل ما الأمور تنفرج شوي. تجوا بيطلع لنا وزير بيخرب الاولاني والتالي. يعني بلشنا في وزاره الخارجيه كلها واسطات وكلها محاسيب وكلها كذا، وقلنا ولا الضالين امين، مشيناها ومشينا. بنرجع لوزاره الاشغال العامه وين اللي فيها قاعد بيشتغل عكس ما بتوجه من الحكومه وعكس ما بده جلال سيدنا. اخر شيء اليوم بيطلع لنا وزير المياه مع شركاته اللي كلها فساد، سواء كانت شركة اليرموك ولا مياه هنا ولا مياه العقبة، كلها فساد في فساد، وقاعد في النهاية قاعد بيضغط على المواطن بحيث انه يخليه يطلع على الطور، واحنا قاعدين بنهد الناس. كل ما بيصير مشكلة بكون سببها وزير، احنا بنروح بنسكت الناس وبنمشي الامور على ما هي. لكن اليوم بطلنا عنا شركات شركة العقبة وشركة المياه هنا، واللي كلهن يعني حتى لما رجعنا في الموازنة لما درسناهن وانه اصلا كلها الحكومة بتدعمها وهي فيها فساد وفيها خسارة. ما دام ليش ليش الوزارة موجودة؟ لا بدي احكي ليش الوزارة موجودة وفي شركات. يا بتلغي الوزارة يا بتلغي الشركات. الآن في مشكلة في لواء المزارع الجنوبي. المزارعين شو ذنبهم؟ لهم لاقيين أكل لحلالهم ولا لاقيين مي؟ آخر شيء بيجي وزير المياه بيعطي أمر لا مياه العقبة إنه أغلق التنفيسات المياه اللي في الجفر وفي المناطق الجنوبية. ليش؟ ليش يا حكومة؟ أنتوا قاعدين بتضايقوا على المواطن، وانتوا اللي قاعدين بتلزوا المواطن على الطور، انتوا اللي بتخلوا المواطن يطلع ويسولف ويلجج برا خارج الشارع، انتوا مش احنا. شكرا. اكيد مش شكرا. شكرا. تفضل دولة الري.